في حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نضيف نص قبل المعادلات في الاكسل. تعالوا نشوف مع بعض الشيت اللي موجود قدامنا. الشيت اللي موجود قدامك هو عبارة عن مبيعات الربع الاول من السنة، عندك اسماء الموظفين وعندك مبيعات شهر يناير وفبراير ومارس، ومطلوب منك انك تعمل تقرير او انك تطلع اجمالي المبيعات الخاص بالثلاث شهور. هنا انت محتاج تطلع اجمالي المبيعات او تطلع التقرير بس يكون على الصورة دي، ان انت هتقول لقد حقق الموظف محمد احمد اجمالي مبيعات وتحط المبلغ وتحط كلمة دولار. فانت هنا محتاج ان انت تحسب الاجمالي الخاص بالمبيعات، يعني محتاج ان انت تعمل معادلة، وفي نفس الوقت انت محتاج تضيف ليها نص، وطبعا الشيت بتاعك اكيد هيكون اكبر من كده بكتير، فمش من المنطقي ان انت تروح تكتب في كل خلية النص وبعدين تكتب تعمل المعادلة. ده هننفذه بطريقة سهلة جدا من خلال حلقتنا النهاردة. لو فعلا بتستفيد من المحتوى التعليمي فانت عليك دور كبير في ان المحتوى التعليمي ينتشر على اليوتيوب. مجرد ان انت بتضغط على زرار الاعجاب تحت الفيديو، اليوتيوب بيقترح الفيديوهات التعليمية بشكل كبير على اليوتيوب. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمه بلايك، وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. نبدأ مع بعض ونشوف هننفذ النتيجة بتاعتنا اللي وصلنا ليها في الشيت ده ازاي. اول حاجة هتعملها انت محتاج تعمل معادلة تتطبق على الشيت كله، يبقى انت هتعمل في الاول كده علامة يساوي. بعد ما بتعمل علامة يساوي انت محتاج تكتب نص في الاكسل. علشان تكتب نص ويظهر بنفس الشكل اللي انت كاتبه لازم يكون ما بين علامتين تنصيص. العلامتين التنصيص دولت انت بتجيبهم من خلال الضغط على شيفت وط من على الكيبورد. يبقى هتضغط على شيفت وط هتعمل علامتين التنصيص وتكتب النص اللي انت عايزه. فانا هنا كده هكتب اجمالي مبيعات. كده انت خلصت النص بتاعك، يبقى هتقفله برضو بعلامتين التنصيص شيفت وط. طب انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول اجمالي المبيعات للموظف محمد احمد، وبعد كده يجيب لك علي كمال. فانت هنا كده لازم هتحط اند علشان تربط النص باي حاجة هتيجي بعدي. بعد ما حطيت اند لازم النص الاولاني يتفصل عن بقية النصوص اللي هتظهر وراه بمسافة. يبقى هتحط علامتين تنصيص وهتضغط مسافة وهتقفل علامتين التنصيص تاني. معنى كده ان انت عملت اجمالي المبيعات، يعني انت كده ظهرت كلمة اجمالي المبيعات وبعدين اللي هي اند ظهرت مسافة. تضغط اند مرة تانية وتبتدي تختار الخلية اللي فيها الاسم الاول وتعمل اند مرة تانية. علشان اسم محمد ما يكونش لازق في اسم احمد ويكون في بينهم مسافة، يبقى بعد اند اللي هنا هتحط علامتين تنصيص شيفت وط، تضغط مسافة وتقفل علامتين التنصيص تاني، وبعدين تضغط على اند وتختار الاسم التاني. كرر نفس الموضوع، هتضغط على اند وتحط مسافة اللي هي علامتين تنصيص مسافة علامتين تنصيص، وبعدين تضغط على اند مرة تانية. محتاج تعمل ايه تاني؟ دلوقتي انت محتاج تحسب المعادلة اللي هتجمع لك مبيعات يناير وفبراير ومارس. المعادلة دي او الدالة دي هتكون هي دالة سم، فهتكتب كده سم وتتعامل مع الدالة عادي خالص. تاخد الرينج الخاص بالبيانات اللي انت عايز تجمعه وتقفل القوس بتاعه. دلوقتي انت عايز بعد ما يحسب لك اجمالي المبيعات يحط كلمة دولار، فبرضو هتعمل اند وتحط علامتين تنصيص لان انت عايز تظهر معاك كلمة دولار. بس خلي بالك لو انت حطيت علامتين التنصيص وكتبت دولار فهيطلع لك المبلغ المالي مفيش بينه وبين كلمة دولار مسافة، فاحنا هنا محتاجين نحط مسافة. يبقى هنحط علامتين تنصيس شيفت وط، اضغط على المسافة، اقفل علامتين التنصيص، احط اند مرة تانية، اكتب كلمة الدولار. وعشان كلمة دولار او اي عملة انت هتحطها تظهر معاك زي ما انت كاتبها في الاكسل، يبقى لازم هتعمل علامتين تنصيص وتحط كلمة دولار بالشكل اللي قدامك ده، ولازم تقفل علامتين التنصيص. كده خلاص انت خلصت المعادلة بتاعتك واضفت النصوص اللي انت عايزها للمعادلة اللي انت محتاجها. مجرد ما بتضغط انتر بيظهر معاك الشكل زي ما انت شايفه كده. اجمالي مبيعات محمد احمد 6875 دولار. هتقف هنا وتروح على الطرف ده كده، اول ما تظهر معاك علامة الزائد السوداء اضغط عليها مرتين بالماوس دبل كليك، هتتطبق معاك على كل الشيت. طبعا دوت بيوفر لك وقت كبير جدا وبيطلع لك التقرير بتاعك زي ما انت عايزه بالظبط.
طب دلوقتي انت محتاج تقدم التقرير ده لمديرك، يعني انت محتاج بس كل اللي يوصل لمديرك ان اجمالي مبيعات محمد احمد كان ايه 6736 دولار، وهكذا بالنسبة لباقي الموظفين. مش محتاج تطبع الباقي ده كله. كل اللي انت هتعمله انك هتعلم كده على الجزء اللي انت عملته ده، وتروح على تاب فايل، وتروح على الجزء الخاص بالبرنت، وهتيجي هنا كده في الجزئية دي تفتحها وتختار من هنا برنت سيليكشن، يعني يطبع لك الجزء اللي انت معلم عليه بس، فهيظهر معاك بالشكل ده. هو هنا ظاهر في طرف الصفحة، لو انت عايزه يظهر في نص الصفحة هتنزل هنا كده على البيج سيت اب او اللي هي اعدادات الصفحة، وهتيجي هنا كده على الهوامش اللي هي المارجنز، هتلاقي في حاجة اسمها هوريزونتال وفيرتيكال، ده كده الرأسي والأفقي، اعمل عليهم هما الاتنين علامة صح. هتلاحظ ان الجدول بتاعك في المعاينة بقى في النص، هتقول له اوكي، هيظهر معاك هنا في النص. بكده بتكون انتهت حلقتي النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، وتشرفني بالاشتراك في القناة. بشكركم جدا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد.